كل بيت، كل أسرة، أحياناً كل شخص كمان بيحدد يوم في الأسبوع عشان يروح سوق الحي يشتري بعض لوازم الحياة. بيختار معاد دخول السوق بإرادته وبيخرج منه بإرادته بعد ما يشتري اللي هو محتاجه برضه بإرادته. لكن في حكيم اتكلم عن تجربته في السوق الأكبر، سوق الحياة، وقال: أدخلت يوماً سوق الحياة وبدأت التأمل في طرقاته، فوجدت أموراً عجيبة، بضائع، مشتري وبائع، رأيت المسكين والرخيص، الناسك والمبذر، السلطان والمنافق. أكملت السير في سوق الحياة فوجدت قلوباً تباع وعقولاً تشترى ومشاعر ملقاه على أرض الوطن تطأها الأقدام باستعلاء من الغوغاء، ووجدت ابتسامات أصلية وضمائر نقية في قسم البضائع المنسية، وجدت الصدق في متجره مهجور يحرسه الخائن والجور، ورأيت الكذب بريقا في متجره الأنيق حراسه فتيات ليل والشعر الغجري المقصود. ذهبت إلى قسم البضائع ذات الطراز القديم فوجدت الإخلاص يتكئ على الوفاء فوق رفوف حائط قديم، والشرف موجود تحت لافتة كتب عليها: هنا يباع الشرف بأبخس الأثمان ولا أحد يشتريه. ووجدت الأمل بضاعة تمنعها سلطات حكومية، والاحترام هدية مجانية لكل من يشتري الغش والتدليس بأسعار خرافية، ورأيت الكرامة ممنوحة لصاحب أكبر فاتورة. أما البضاعة المفقودة المخفية التي لا تباع بالآجل ولا بنقدية هي الحرية. سألت عنها في كل الطرقات، بحثت عنها في الأزقة، فتشت عنها حتى في الشقوق التي تفضح جدران سوق الحياة، بحثت عنها وبحثت فما وجدت لها ذكر. فقررت أن أبدل شك هاملت بيقين السعي لتقديم كل ما هو غال وثمين في سوق الحياة. خلص كلام الحكيم، ويتبقى دعواتي لحضراتكم ولنفسي بنعمة اليقين، والسلام عليكم ورحمة الله.